بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنستعرض منتج اشتريته اونلاين. المنتج عبارة عن راوتر فيه العديد من المزايا. معظمنا عندنا شبكات واي فاي في البيت، واحيانا بيبقى في مكان او مكانين او اكثر في البيت ما بيوصل لهمش واي فاي. عشان توصل لهم انترنت، اما بتوصل كابل، اما بتركب جهاز بيعمل اكستند تمديد لنطاق الواي فاي، واي فاي اكستندر او ريبيتر. بنبتدي نفتح الباكج. معروف على موقع سوق دوت كوم انه بيعمل باكن كويس للاجهزة، وخدمة الدليفري بتاعتهم سريعة وممتازة حقيقة. ده شكل العلبة من الخارج، مكتوب عليه ادي ماكس ان 300 واي فاي راوتر. الضمان بتاعه i2، ضمان 2 years. وجبت المنتج ده لان فيه عديد من المزايا حقيقة، 5 اجهزة في بعض او في 5 مود للتشغيل، 5 in 1. وكمان في شوية اوبشنز كده، ان هو سمارت سيت اب ما بيحتاجش سي دي او برنامج للسيت اب، هاي جين انتنا تقدر تدي رينج واسع، وجست نتورك ان هو ممكن استخدمه لعمل عدة شبكات مستقلة لكذا يوزر، كل يوزر يبقى له باسورد مستقلة عن الاخر. العلبة من الجانب، شكل الراوتر من الامام، وهنا مكتوب الفيتشرز اللي موجودة فيه. السرعة بتاعته بتوصل ل 300 ميجا بايت بير سكند، 5 in 1 مودز، راوتر واكسس بوينت واي فاي اكستندر واي فاي بريدج، واخر مود اللي هو WISP سيبرت جيست نتوركس كيور جيست واي فاي اكسس، يعمل لي كذا شبكة لكذا جيست. يسبورت اوتو فيرموير ابجريد اند فولت توليرنس ابجريد، يعني قابل للابجريد من الموقع السوفت وير بتاعه. العلبة من الخلف مكتوب فيها ال5 مودز اوف اوبريشن. المود الاولاني اللي هو واي فاي راوتر بيتصل بمودم عن طريق كابل ويخرج لي واي فاي للاجهزه اللي هتعمل كونكشن. والمود الثاني للتشغيل اللي هو اكسس بوينت. اكسس بوينت اللي هو بيتصل براوتر بسلك ويخرج لي واي فاي على اجهزه اخرى. المود الثالث للتشغيل هو واي فاي اكستندر، وهو ده المود اللي انا هستخدمه. يكون عندك راوتر في البيت ويكون عندك شبكه واي فاي، الانبوت بتاعه هيبقى شبكه الواي فاي، ويعمل اكستند لنطاق الشبكه، يكبرها ويوصلها ليوزرز ابعد عن طريق الواي فاي. والمود الرابع واي فاي بريدج، ياخد واي فاي من الراوتر يخرج منه كابل الى تلفزيون، يعني توصيل الانترنت، توصيل شبكة الواي فاي، بيخرج من الراوتر على جهاز اخر. اخر مود اللي هو WISP اللي هو ما بيبقاش كونكتد براوتر على الاطلاق من الانبوت، بيبقى كونكتد بشبكة لاسلكية اخرى ينقلها الى يوزرز ابعد عن طريق الواي فاي. بنشوف الصورة اللي في الناحية التانية من الباكج من ظهر العلبة، كام جيست يقدر يوصل لهم. هو بيعمل شبكة خارجية وبيقدر يوصل ل4 جيست، رغم ان مكتوب هنا انه يقدر يوصل ل5 جيست، 5 ضيوف ب5 باسورد. طريقة التشغيل وكونفجريشن للراوتر، بنوصل الراوتر بالكابل الباور عن طريق الادابتر السبلايد مع الجهاز، ونستخدم الوصله اللي جايه مع الجهاز، وصله اللان، بنوصلها بالكمبيوتر بتاعنا او اللابتوب، وبندخل على البراوزر بتاعنا، بندخل على علامه النتوركس، وبندور على شبكه نتورك اسمها ايدي ماكس دوت سيت اب، ونقوم عاملين كونكت. بتقوم هي اوتوماتيك بتدخلنا على الموقع بتاع السيت اب. في الستارت جايد اذا ما اشتغلش الاوتوماتيك بيقول لك اكتب هنا السايت يدوي http://edimax.setup. في هنا انجلش، هنا اللغه ما فيهاش عربي. جيت ستارتد، the default mode of this product is Wi-Fi router mode. مش عاوز الواي فاي راوتر، انا عاوز واي فاي اكستندر. هنا change a different mode، change to a different mode. ال4 مود اخرين غير الواي فاي راوتر، في الاكسس بوينت وفي الرينج اكستندر وفي الوايرلس بريدج وفي WISP. ولا انا عاوز الرينج اكستندر. next، place the range extender close to the area where you wish
to extend your network، حط الراوتر بتاعك في الشبكة بس بحيث يكون لقيتها كويس، مدوس على next. بعد كده هو شايف كل الشبكات الاتية ومنهم الشبكة بتاعتي اللي هي رقم 2، فاخترت الشبكة بتاعتي. بيطلب الـ security code، هما يقولوا next. هنا بيختبر الشبكة testing wireless connection 98% testing كده، 100% testing. بيسألك سؤال، هتحدد اي بي fixed ولا عاوز اي بي automatic؟ انا عاوز الاي بي automatic. هنا حصل على الاي بي automatic اللي هو، هما يقولوا next. بعد كده configuration is complete. هنا بديني اوبشن ان انا بعمل باك اب للسيتنج بتاع الجهاز في فايل بي دي اف، هم قالوا باك اب ذيس كونفيجريشن. افتح لي براوزر هسميه اي دي ماكس، ماكس رينج اكستندر كونفيجريشن كونفيج، وقوم قايل له نكست. هنا بي ابلاي سيتنج كونجراتيوليشن، وكده بتنتهي طريقه الكونفجريشن للجهاز في المود اللي احنا اخترناه اللي هو الواي فاي اكستندر. لو عاوز تستخدمه في اي مود اخر من الخمس مودات الموجوده، هتستخدم نفس الطريقه وهتمشي معاها حته حته. كده ينتهي شرحنا للكونفجريشن بتاع الراوتر، وهنحطه في مكانه ونبتدي نستخدمه. الراوتر ثمنه 344 جنيه على موقع سوق.com اونلاين النهارده 11/9/2017 بلس 20 جنيه التوصيل. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير الفيديو في كل مكان عشان تعم الفايده، واكتبوا تعليقاتكم او اسئلتكم تحت الفيديو وهرد عليها كلها باذن الله. وبالنسبه للناس اللي مشتركوش في القناه، يا ريت تشتركوا في القناه عن طريق الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد من فيديوهاتنا في حين اصدارها. ودمتم في امان الله.